جمعة موفقة بذكر الرحمن، وش تقولوا في هالتوست؟ التوست اللي سبق وحضرناه بنتيجة صدقوني رهيبة. اليوم حنديروا به مملحات فاخرة بريزونتابل مغذية، نرافقوهم كذلك بحساء البصل، معناتها من حبة نديروا قبة، نديروا الفطائر ونديروا الحساء، نجوزوا للمطبخ باش ندو جميع التفاصيل. التوست تاعي بعد ما وجدت كي العادة ديما نفرح كي نحضرو، وأشاك فوا نجيب اون غوسيت ضروري نقسمها معاكم. دوكا نقولو بسم الله ونبداو المملحات ديالنا. ناخد القطعة تاع الخبز، ضروري تخلوه يصبح، أبدا ما نستعملوش يكون فريشك، يوم يومين ما فيها باس. نغطيوه بيان افيك ان فيلم اليمونتيغ، ومن بعد نجي نفتحو رقيق على قد ما نقدر. ومن بعد ناخد إطار ونقطع هاد الزوائد، أكيد حيكونوا إن شابلور بلا ما نحمصوه بلا ما والو، سورتو نديرو به دجاج باني هكذا مليح يكون على بيوضية باش ما يتحمرش بزيادة كي نكونو نقليو في الدجاج باني، ولا نقدرو نشفوه نديروه إضافات مع الدجاج مع أشياء بزاف في المطبخ. شوفوا ليا ونبداو نطيبو فيهم، نوريلكم لا تكنيك. نقول بسم الله، قطرات من الزيت، مقلاة سخونة، نجي ونقعد نعطيهم تحميرة. بمجرد ما حمرت ناخد هكذا زوج كيسان نخلي بيناتهم فراغ. يا حبيبة ديالي تحمرت، نقول بسم الله، ناخدها ونحطها هكذايا وهي سخيخنا، ضروري تكون سخونه، نطبقها على اثنين هكذايا ونحطها هنايا، نخليها تقعد هكذا اشاك فوا نطيب ونحط هنايا. باش نحضروا الحشو ناخذ مقلاه نسخنها، ندير شويه تاع الزيت اكيد، نحط حبيبه تاع البصل تتقلى، البصله تاعي تقلات تعسلت راهي هايله، نضيف عليها بيان سور زوج سنينات تاع الثوم. نضيف عليها الدجاج، نضيف الملح، الدجاج تاعي تحمر والريحه راهي تشهي. نجي للتوابل، وعندي من التوابل اكيد شويه تاع فلفل الكحل، شويه تاع توابل الدجاج، شويه تاع سكنجبير، ونجي مباشره نضيف حبيبه غير صغيره تاع الطرشي الاحمر، نخليها تتقلى غير ابان ابان ونطفي على الفرنو. الحشوه ديالي طفيت عليه راهو يشهي، نجي نضيف عليه مباشره، نقول بسم الله. انايا خيرت نضيف وحده تاع لو فرماج فري لي بتي سويس، تقدر تكون مغرفه تاع لا مايونيز، الناس اللي تحب الدعوه تكون فريمون كيما البنه تاع المحلات. ونزيد نجي نسكرفج الجبن، انا لهنا عندي جبن احمر، وهكا ما بقى ليا غير نزيد شويه تاع الزيتون، عندي ديزانو تاع الزيتون الكحل راني رايحه نضيفهم كذلك. وجدت الخبز ديالي الله يبارك خير وبركه، النتيجه تاعو هايله، قرميشة خفيفة من برا والداخل بيان سور الجزء اللي يولي على الداخل ما تحمروش بزيادة. شلاضة عدتها اون شيفونات، قطعتها رقيق رقيق، نحطها في الطبقة السفلية باش نطلع القيمة الغذائية، ونجي لهاديك الحشو اللي جا معلك من هذاك الجبن الغابي مع البتي سويس، وندير بيان سور هنايا من الفوق، ونقدروا نزيدو من الفوق كذلك جبن يكون غابي بصح ماشي لو شيدار، الا زدنا من الفوق نديرو جبن اللي ينتكل كيما الادام ولا اي نوعيه تكون بنينه. حطيت البصل ديالي مع شويه تاع السكر غير القليل، قريصه مع شويه تاع الملح وشويه تاع الزيت وشويه تاع الزبده، قليتو البصل تاعي، ندير طل تاع السل اللي وراه يشهي. نجي مباشره نضيف عليه زوج حبيبات تاع البطاطا، نضيف عليه دوكا في هذه المرحله قطعه
تاع الجبن، وانايا هذاك لو بلون درت به المملحات، و بيان سور لا كاركاس درت بها ان فون. ما نحكي لكمش على البنه، نبنق مباشره نحطها فوق الفرنو على نار قليله الطيب، و فريمون البطاطا تذوب اي جو ميكس. توست لنهار اليوم وجد ودرنا به مملحات، صدقوني فكرة أكثر من رائعة. يجو بنان، يجو رائعين، سهلين للتحضير. نقدروا نحضروا التوست تاعنا نخبيوه، نهار نحبي نديروا المملحات نحضروا الحشو ونرفقوه بحساء ساخن في هذا الموسم البارد. صدقوني بنة على بنة، طريقة تاعو أوريجينال، بنة تاعو بنينة، الكمية تاعو وفيرة، حضروه أبدا ما حاش تندموا. وهكذا ما بقى عليا غير نقول لكم نتمنى فكرتي نهار اليوم تكون لاقت بكم، نتمنى تجربوها وتفرحوا بها، ونتمنى كذلك تندموا لقناتنا وتفعلوا الجرس باش يوصل لكم كل جديد.